اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق لا يستجيب بطريقة واحدة سريعة. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على سناب شات خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.